السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. هنعرف ازاي النهاردة ما نبقى مدين عدد، نعرف مثلا لو عدد مذكرات معين نعرف ازاي العدد ده اتصور منه ايه او كلام من ده. انا هنا عندي المكنة مدي لها 75 نسخة، اعرف ازاي. انا عندي هنا التاني مفتاح اللي هو ستيت، بضغط عليه وبختار برنت جوب ستيت، هيديني هنا العددين اللي هو الورق المتبقي والورق اللي لسه هيتصور، واقدر اعمل ايقاف مؤقت او ان انا اكنسل. برضو في طريقة تانية اللي هي بتدخل لها من على الهوم او من على الشاشة الرئيسية، تمام. وبرضو استيت اللي هي اول ايقونة على الشمال من تحت في الشريط التحتاني بتدخلني نفس الطريقة. هنا المكنة خلصت ورقة، احط لها ورقة اهون، تمام. ترجع تعد تانية هيك، كمل عددها من جديد. زي ما انت شايف كده، كانت في النسخة 29 قلبت في النسخة 30 وهكذا. وهنا عملت لها ايقاف مؤقت اهي، هتقف خالص، تمام. تقدر تكمل تاني، تعمل استكمال، والنقطة دي كان كتير بيسأل عليها وما كانش حد ياخد باله من الحتة دي، ان هو ازاي يعرف الورق اللي اتصور باقي منه كام نسخة او كلام من ده. وكده بقى وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبك وشكرا.